بيسان إسماعيل تكشف لأول مرة موعد زفافها من خطيبها محمود ماهر، تفاصيل جديدة إلى العلن. انتي أميرة اسمع علام سما ما قد مشى مثل. تصدر اسم اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل في الساعات القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت لأول مرة عن تحضيراتها النهائية لإقامة حفل خطوبتها على محمود ماهر. وفي التفاصيل قالت بيسان في حديث خاص لفوشيا: نحن الآن نستعد لإقامة حفل الخطوبة الذي من المقرر أن يقام بعد عيد الفطر المبارك، وهذا الذي يشغل كل تفكيرنا حاليا. أما عن موعد حفل الزفاف فقد أشارت بيسان إسماعيل لأنها وخطيبها لم يحددا موعد نهائي بعد، ولكن الزفاف لن يقام قبل عام أو عامين لأننا أعلننا خطوبتنا منذ أشهر بحسب تعبيرها. شوف الجبل واقف ولا هز تهريح، شوف القمر عالي ولا. وكانت فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية بيسان إسماعيل الجمهور في وقت سابق بإعلان خطوبتها بشكل مفاجئ على الشاب محمود ماهر، وذلك من خلال صور شاركتها على حسابها عبر إنستغرام. أرض مخلوق أقرأ عليك من الغلا جزء عمّا. وقد نشرت بيسان صورتين جماعتها بمحمود من حفل الخطوبة ظهرت فيها وهي تحمل باقة من الورود، ورفع الثنائي يدهما في الصورة حتى يشاهد المتابعين خواتم الخطوبة. واكتفت بيسان في تعليقها على الصور بوضع خاتم وقلب أحمر. من جهة أخرى قامت بيسان بمشاركة صورة عبر خاصية القصص المصورة عبر إنستغرام وعلقت عليها: شوفوا البوست واستنوا بكرة فيديو على قناتي في كل التفاصيل. ضحت ريحة البارود يا حلا وطمت الأسود الله ولبست العقل. وتفاعل المتابعون مع صور خطوبة بيسان بشكل كبير جدا، إذ حصدت ما يزيد من 700,000 إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات في أقل من 12 ساعة، حيث باركوا لها الخطوبة متمنين لها ولمحمود دوام السعادة والتوفيق. هذا وكانت قد كشفت بيسان إسماعيل في لقاء إعلامي سابق مواصفات زوجها المستقبلي متمنية أن يكون ميسور الحال ويتمتع بمردود مادي جيد، حيث اعتبرت علاقة الحب السابقة التي جمعتها باليوتيوبر أنس الشايب بأنها لم تكن قصة حب وإنما مجرد تعلق وتعود، وتعلمت من هذه التجربة بأن لا تدخل الحب بالعمل. كيف ما بدي حبك قلبي مغرور.